ميثم يتكلم كيف لا أنت تتكلم سيد ميثم بعدين تتكلم، وثم نأخذ الأخ الحبيب الغالي الهمام. تفضل أخونا عاقل وناقل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لن أطيل لأن يعني الحلقة ليست احتكارا لي. أنا قبل قليل اسمح لي أني أنا أذكر اسمه، يعني اسمحوا لي، هذا المدعو الإسماعيل قال بالحرف قبل قليل، والله العظيم قالها بالحرف، قال بأن كل روايات حديث الكساء والله قالها كلها رواية بشنق، قال كلمة بشنق. أنا والله صراحة لا أعرف، ليس لدي إلمام باللهجة المصرية، لكن حسب يعني حسب السياق اللي فهمته من استصغاره واستهزاء بهذا الكلام أنها رواية مضروبة. يا جماعة أنت تعرفون الناصب المتشدد في علم الجرح والتعديل شعيب الأربعوط، لماذا قلت عنه ناصب؟ لأنه قال بالحرف لو كنت في جند يزيد لقتلت الحسين والعياذ بالله. هذا شعيب الأربعوط بغض النظر كان ناصبيا، هو بنفسه كان متشدد جدا، متشدد أكثر من مقبل الوادعي وأشد أكثر من الألباني ومنير الزهوي وابو اسحاق الحويني. في مسند احمد بن حنبل بعده اسانيد، والله وتالله في احد الاسانيد قال بان اسناده صحيح على شرط الشيخين، حيث قالت ام سلمة رضوان الله تعالى عليها ان في بيتي نزلت هذه الايه، اي ايه تطهير، انما يريد الله يذهب عنكم ورجس اهل بيتي وطهركم تطهيرا، فدعا النبي مرتين اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس اهل بيتي طهرهم تطهيرا، ومنع ام سلمة الدخول. فهذا يعتبر نصا صريحا رواية فصيحة من أم المؤمنين أم سلمة تشهد بأن آية تطهير نزلت منفصلة مستقلة عن الآيات التي قبلها والتي بعدها، فقط نزلت على النبي وفي النبي وعلي وفاطمة والحسن وحسين. هذا أول أمر. ثانيا بالنسبة لقول السياق، هم دائما يقولون إذا جاء الأثر بطر النظر، ودائما يقولون إذا صح الحديث فهذا هو مذهبي، لماذا لا تطبقونه؟ سبحان الله، إذا أتى الأمر الآن إلى أهل البيت تقولون لا 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 نريد. فهذه والله كلمة بسيطة إلى كل الناس، يرجى التعميم ولا التكميم، يرجى بأن الرواية في مسند أحمد بن حنبل إسناده صحيح، وأيضا إسناد آخر في شعيب في شهر بن حوشب هذا إسناد آخر يصلح كشاهد بغض النظر عن الرواية. أما الرواية في صحيح مسلم التي تقول أنه قرأ هذه الآية عليهم، هذه الرواية في صحيح مسلم فيها ضعف، لأن مروية عن طريق مصعب بن شيبة، الأصل في سنن الترمذي والأصل في مسند أحمد بن حنبل أن الآية نزلت فيهم هؤلاء الخمسة، وانتهى الكلام، لا أريد أن أتكلم. شكرا شكرا.